مرحبا اصدقائي، وياكم مصطفى من المانيا. رجعت لكم بالحلقه الثانيه. طبعا الجو ممطر والرياح قويه، بس مع ذلك اصار لكم الان المايك اللي عندي شويه صوت بيه زين، يعني ما تاثر، فلذلك رجعت اصار لكم. حتى لو يكون الجو مو زين فانا اصور. المهم، فراح اسولف لكم الرحله الثانيه بالبحر، شلون طلعت الرحله الثانيه. طبعا مثل ما قلت لكم، رجعت جمعت فلوس وسويت يعني فد 20 ورقة، لأن هو إحنا كل مرة 20 ورقة تجمع يلا تقدر تطلع السافر بالبلم أو الزورق، خاف ما يعرف شنو اسم بلم، فيعني اسمه زورق، اللي هو هذا تشوب صاير من بلاستيك ينفخ نفخ. المهم، فطلعنا طبعا أول شيء يأخذون النقطة بالسيارة البيضة، مثل صغيرة السيارة صايرة، يأخذونا بيها للنقطة. النقطة هي جبال مرتفعة، ننزل من الجبال المرتفعة على رجلينا. طبعا أنا أخذت لي أول شيء ضربة دقلة، تقلبت وقعد جوا تقريبا 10 أمتار، صبعي الصغير انزرف زرف بالخشب. المهم، فبعدين ظلينا قاعدين، طبعا ظلينا منتظرين يومين، لمن همعت نفس الشيء. أنا طلعاتي كلها أظل منتظر يومين برا، يعني جوا بالنقطة قريب البحر، وهماتي الجو يصير بارد وثلج، والمي يصير كلش بارد ثلج، ويصير بيهج فصاصة مع الملح. فإحنا ننتظر لمن الموج ما يرتفع يصير خفيف حتى نقدر نطلع. فأصدقائي راح القتشقتشي يعني المهرب جاب لنا تشوب مستعمل وجاب لنا ماطور مستعمل، حتى شنو؟ حتى نطلع بيهن. فمن جابهن احنا لازم نسويهن، مو هو، احنا لازم ننفخ تشوب واحنا لازم نركب الماطور ونطلع بيه، لان هو ما له علاقه، هو الا ياخذ بس الفلوس. سوينا تشوب وحطينا بيه الماطور وطلعنا بيه. طبعا طلعنا الساعه 2 بالليل، اختارينا واحد يسوق لنا، لان هو اذا احنا نجيب واحد سايق فلازم ندفع له فلوس، فاختارينا من عندنا واحد لبناني، وهذا اللبناني طلع غبي يعني للاسف، مو لانه لبناني بس لانه ما يعرف يسوق، ف يعني سوينا مشكله دمرنا دمار بسببه. المهم، فأول ما بدأ يسوق قام يسوق جدا سريع. احنا البلم هذا الماطور انت من السوق بي لازم السوق بسرعة، لو السوق بسرعة وتوصل لو 10 دقائق ويوقف بيك ونغرق ونموت. والله عشت اللحظات اللي صارت هسه ويا اهل الموصل وياهم، هذا البلم الغرقوا بي، والله العظيم عشت هاي اللحظات نفسها، متت صار بي. المهم، فاحنا نمشي سريع، كانت اكو مره واقفه قدامي، هاي المره واقفه ولازمتني من نانه وعندها طفل بايدها حاضنته. فهذه المره احنا ونمشي كلش سريع، هذا السايق داس بريك، من داس بريك يعني مو داس بريك، داس بريك وجتنا موجه كلش قويه عاليه، فضربت البلم صاير بالطول، قام هيك يسوي، من سوى هيك فالمره انقلبت بالمي. الله 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 الله
انقلبت بالمي، ظل مستمر أبو البلم. قال لنا تردون أوقف أني، تردوني أوقف وندور على المرة لو تردوني أستمر. فإحنا تدرون أنتوا هسه لو أنتوا 60 واحد بالبلم وواحد يوقع أحسن من ما 60 واحد يموت تقولوا له استمر مو؟ ما أعرف بس إحنا قلنا له استمر. أنا من الناس ما حكيت، فقال له استمر. استمرينا ماكو 10 دقائق طلعنا واحد رجال عنده سكينة كبيرة. هذا طلعنا اللي عنده سكينة قال راح أضرب البلم أفشه، لو توقفون لو أفش البلم ترجعون تدورون على المرة هاي، لأن هاي مرة إنسانة وإحنا إنسان يعني من عندنا وبينا وإذا تموت شلون. وهذا رجعنا. فلهذا السبب أقول لكم السائق كان غبي شوية، هما تمشى سريع وهما ترجع. رجعنا ندور تقريبا ثواني عطل المطر. شلون عطل؟ جت همات مي طبي مي وعطل. من عطل المطر صار بين الساعة 2:30 بالليل والمي ثلج وكله مليح، دمرنا دمار. تعال انزل، نزلوا الناس كلها عطل المطر، قام يطبون المي للبلم، نزلت الناس كلها بالمي. طبعا قالوا تنزل الشباب والبنات يعني النساء والأطفال يبقون بالبلم حتى شنو البلم يخف وهم يتنزلون يطلعون من عند المي لما يجون انقاذ او هالشي. فأنا بقيت بيه قلت لهم مختنق ما اقدر، ظلوا يصيحون علي ما اعرف ايش نزلت وياهم. احنا البلم صاير داير مدارة مثل الحبل تقدر تلزم بيه، فلزمنا بالحبل يعني كلك طاب بالمي لهنا ويجي المي والملح يطب لهنا، يطب الخشم وانا لازم بالحبل ولازمه وثابت. فاصدقائي انا ولازمه للبلم ظلينا متانين، قالوا لنا خلينا نتصل على واحد، نتصل على شرطه، نتصل على ما اعرف ايش، ما حد اجى. بعدين اجانا واحد ابو بلم ابو سمك، قال راح اجي اجي قال راح اساعدكم. بس شلون راح اساعدكم؟ قال راح ابدلكم حبل وتربطوه بالحبل مال البلم مالكم مسحبكم، بس النساء تظل تصعد بيه والاطفال، الرجال يبقون لان هو بلم مال سمك ما يقدر صياد. قلنا له تمام. قام هذا بعد ما ربطنا الحبل صعدنا كلنا بيه، من صعدنا بيه قام قطع الحبل قال ما راح اسحبكم. اوف صار بينا، من قال ما راح اسحبكم تخبلنا، توصلنا بيه ما اعرف ايش، قال راح اجيب شرطه وجه. راح جاب زوارق 2 مال شرطه وجه، صعدونا بيهين وخذونا. من خذونا اني بقوني وياي واحد، قال لنا راح نبقى هنا ندور على هاي المره والطفله اللي غرقوا. فظلينا قاعدين بالبلم، والله العظيم هو مو بلم، هو مثل السفينه صغيره شلون هاي ما غرقوا بها مال الموصل وبيها شرطه يعني وبيها غواصين يعني المان، العفو مو المان اوروبيين وبيهم المان واشكال. ظلينا ندور عليها للساعة 12 الظهر ثاني يوم يلا لقوهين. ومن لقوهين المرأة ميتة والطفلة مالتها صايرة قطعة مال ثلج هي وياها جامدين، طلعوهم ورحنا رجعنا تركيا. طبعا كل ما نرجع تركيا كل رجع لتركيا نرجعها ياخذون على المركز مال الشرطة ويضربوني راجديات الشرطة الضباط والهذا. ليش؟ لان انا عندي كانت اقامة بتركيا، سويت إقامة اعتيادية حتى أبقى، مو جواز ولا جنسية بس إقامة عادية. فالعنده إقامة كل ما يشوفوا يضربوا راشديات ويرجعوا يقول ليش طلعت ليش هذا، إحنا محترمينكم بطيك إقامة وما أعرف إيش هالسوالف. بس الحمد لله. فأصدقائي أنا من أشرحت بالحلقة قبلها وقلت بيها إنه أنا ظليت بدون فلوس وأكل طماطة وخيار ونمت بالشوارع، هاي مو بمعناها إنه أنا طلعت من العراق ما عندي فلوس. أنا طلعت من العراق عندي فلوس مجمع ومتداين، بس من صار بيه هيك فلوسي كانت بجيبي حاطها ومشلسنة بلاستيك مسويها، من غرقنا راحن وياهن موبايلات راحن بالمي. فمن رجعت تركيا ما عندك ولا دينار شو تسوي؟ ظليت بالشارع نام وهذا واكل طماطه وهذا. ومال الطماطه هاي من نطلع للجزيره او للنقطه ناكل طماطه وخبز، لان ما نقدر ناخذ ويانا اكل نحمل ويانا اكل، عرفت شلون؟ وهم اكو شغله ثانيه نسيت اقول لكم بيها. الشغله الثانيه هي من تصعد بالبلم ينزعوك الجنط مالك كلها، يعني هاي الجنطة اللي أنا لابسها ينزعوك إياها، يحطوا لك شغلات بسيطة لأن البلم ما يتحمل. طبعا الله ينتقم من كل المهربين. أصدقائي إذا عجبتكم الفكرة اكتبوا لي بالتعليقات وسووا مشاركة بالقناة حتى أنا أكمل فكرتي إن شاء الله. بعد حلقة أسولف لكم همات عندي شلون وصلت، وبعدين راح أسولف لكم شلون وصلت للجزيرة وش صار وياي بعدين بالجزيرة الأوروبا، بعدين إيش صار بيا بألمانيا، إيش دا سووا بألمانيا، عالم الناس شلون تجي تريد ألمانيا الأوروبا همات ماكو مشكلة.
او اصور لكم بالمانيا هواي سوالف فريد ان شاء الله شويه شويه، بس لازم قناتي تصير قويه حتى اكمل بهالموضوع. وتحياتي